تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي المعرض الدولي السنوي للصناعة. جاء ذلك عقب افتتاح الرئيس السيسي للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثانية. شركة مصرية تملك الاسم المصري خالص، احنا شركة خاصة بنقدم لخدمة الحلول. احنا شرحنا شركة التمويل السنة اللي فاتت وعن الامكانيات بتاع شركتنا اللي عندنا تكنولوجيا في تداول ونقل وتخزين الخدمات المختلفة. واحنا يا فندم الأهم اللي أنا عايز أقول لسيادتك إن احنا كان عندنا حلم يا فندم من 10 سنين إن احنا يبقى عندنا شركة بتعمل المعدات. لأن المعدات دي يا فندم معدات وحيدة ما بتصنعهاش إلا شركات أجنبية، فده كله يا فندم المعدات دي كلها استيراد. احنا بندفع فيها الدولة بتدفع فيها مئات الملايين من الدولارات. احنا السنة اللي فاتت قلنا لسيادتك يا فندم احنا مستعدين إن احنا نساعد في المشروعات القومية. صوامع الغلاف بالكامل يا فندم نقدر نعملها بمكون وطني 95% و5% الطير يا فندم احنا نقدر ندبرها من مواردنا الذاتيه عشان نساعد بلدنا في الفتره اللي جايه. يعني عشان شركه هندسيه هي بتعمل التصميمات. الجنيه المصري يا فندم. المعدات يا فندم تكنولوجيا رسومات تصميم تصنيع احنا بنمتلك مصنع الحمد لله محترم. وسيادتك من الفتره اللي فاتت دي احنا كان عندنا برضه يعني دعم كبير جدا في الصناعه، فاحنا برضه قدرنا نوصل ل 68000 متر مسطح، 45000 متر عنادق انتاج الحمد لله فيها معدات ممتازه. وبرضه يعني اللي بكرر على سيادتك ان احنا فندم لو اتيحت لنا الفرصه ان احنا نشارك في المشروعات القوميه في الدوله، صوامع الجلال نقدر ننفذها كلها بالجنيه المصري. الشؤون الترابيه نقدر ننفذها كلها بالجنيه المصري. مصانع الاعلاف في فندم نقدر ننفذها كلها في الجنيه المصري. في جزء صغير في دول حوالي 5% ده احنا ندبر الدولار بتاعه بالدولار الذاتي. احنا يعني شايفين ان ده يا فندم في الفتره اللي احنا موجودين فيها ده يعني واجب علينا واحنا لازم نعمل كده واللي سيادتك بتعمله يعني شكرا يعني. السلام عليكم. من بقى ايه يعني بنقول بقى شبابك ولادك في مدارس يا فندم كل هنا ده الجزء الخاص بيه المنحه بتاعت اليو اس ايد مدارس مصريه، يمكن حتى جت حرم الرئيس الامريكاني افتتحت مدرسه منهم كلهم دول يا فندم بيطلعوا. فالشباب قدامك يا فندم حاجه ما شاء الله تفرح ومشرفين. 10 مدارس دوليه السيده الاولى للولايات المتحده الامريكيه اللي زارت مدرسه السيدي الدوليه للتكنولوجيا التطبيقيه وكتبت على صفحتها على الفيسبوك وعلى تويتر ازاي ما هي شافت في الولايات بتوع المدارس الدوليه. المدرسه الثانيه غير العرش دي بتعمل بروجرامرز زي توجيهات حضرتك دايما يبقى عندنا تعليم فني بمواصفات عالميه وتعليم رقمي. ربنا يوفقك. شو اسمك ايه؟ يا عمر انت بالك في المدرسه قد ايه؟ 3 سنين. تعليم كويس؟ احسن تعليم احسن موقع. طب ايه الملاحظات اللي عندك هنا؟ بصراحه انت صراحة هو أحسن من يعني نظام التعليم التقليدي يعني. أنا عارف أنا رايح فين وأدرس تخصص وبحبه. طب جالك شغل ولا إيه؟ جالك شغل لا ده بعد الدبلوم إن شاء الله. بعد الدبلوم خمس سنين ولا ثلاث سنين؟ ليه ثلاث سنين؟ دي مدرسة دي بتعلم بياعين وخدمة فروع وريتيل كله. وكان زي ما حضرتك شهادة من سيتي أنجلز من انجلترا. من انجلترا. شكرا.
هو عمر طالب عندنا سيادة الرئيس مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية سنة تالتة. احنا عندنا طلبة بيدرسوا اقسام كاستمر سيرفيس وماركتنج وسيلز، وبعد ما بيتخرجوا بيبقى معاهم شهادة اعتماد دولية من يو كي سيتي انجلز زائد دبلوم التجارة التجزئة، وبعد كده بنقوم بتدريبهم عندنا بقى في فروع شركات بي تك وبيتعينوا بعد كده تعيين ثابت ان شاء الله. انا مع مدرسه اسمها فكري مدرسه بي تك ثالثه ثانوي قسم ماركتنج. مدرستنا اتكلم عن مدرستنا جامد تعيس. مدرستنا متخصصه في اول مدرسه متخصصه في مجال تجاره التجزئه، تمام؟ هي اتفتحت في 2020. احنا عندنا ثلاث اقسام ماركتنج سيلز وكاستمر سيرفيس ولوجيستكس، وانا المفروض ان انا سنه ثالثه ماركتنج، واحنا بنتخصص في سنه ثالثه اصلا، واحنا بندرس في اولى وثانيه كل الاقسام، بس التخصصات ذات نفسها اللي جوه بتبقى في سنه ثالثه، وبيبقى عندنا سمر تريننج في الصيف، وان احنا بننزل وبناخد على ده وبنتدرب وبنواكب سوق العمل وبناخد كمان فلوس، وده ان هو يعني لا ده فلوس كتير كده صراحه هم يستحقوا اللي جنبنا يا فندم انا حاسس ان كلهم هيقولوا بتقبض ما شاء الله انا كنت ابراهيم من مدرسه فتح الله الدوليه للتكنولوجيا التطبيقيه. احنا التخصص بتاعنا مودرن تريد، هو ليه علاقه برده بنفس تخصص بي تك كاستمر سيرفيس لوجيستيك ماركتنج اند سو اون، واحنا بيبقى عندنا سمر تريننج، وده السبب ان انا بابا اكتر منهم. سعيد بيكم. انا عبد الله محمد من مدرسه احمد ضف الله الدوليه للذكاء الصناعي، هي موجوده في اسيوط. احنا المدرسه عندنا زي باقي المدارس الدوليه بندرس تخصص، يعني هو تخصص تقريبا مش موجود في كتير في مصر، يعني هو المدرسه الوحيده الدوليه للتخصص ده. بندرس حاجات ليها علاقه بالماشين ليرنينج، حاجات يعني ليها علاقه بالتخصص. بجانب ده بندرس حاجات ليها رياده الاعمال في المدرسه والكارير جايدز عشان نعرف سوق العمل بالظبط، وبننزل برضو تريننج في المدرسه عندنا معامل نتدرب عليها وبس يعني. وطالع بعثه الياباني يا فندم ما شاء الله شارك ربنا يوفقك ان شاء الله. مش عايز حاجه؟ شكرا لحضرتك. عايز حاجه؟ فين الفلوس؟ شكرا لحضرتك. انا مكان حب مديره المتابعه. احنا ستك عندنا اسبوعين صنف قطع غيار اجزاء تكميليه لاعمال رفع الكفاءه سواء كانت معدات بنزين ضرب بشري. عملنا معرض عندنا في الاداره، مشكور من سيادة الوزير إن إحنا نشرك وزارة الصناعة متبسمة تحدي الصناعات، وهم مشكورين الباشمهندس محمد معالي الناس. إحنا عملنا حوالي 388 صف نجحنا فيهم بإمكانيات 55% من الجيل سهلة، وإحنا سواء كان وزارة الإنتاج الحربي أو الهيئة الإنتاج الحربي أو اتحاد الصناعات والهيئة العربية للتصنيع، والنهارده صدق عندنا بنعمل 312 صنف. احنا محتاجين نصنعهم، عايزين يعني نشتغلوا معاكم فيه. تمام تمام. انت طبعا شايف المعرض عندك فرصه انك تزور. تمام. هم بداوا يجوا فندم هنا وبداوا يشوفوا، واحنا عاملين تواصل بحيث اللي يقدر يعمل حاجه يقدر يوصل معاهم في حاجه معاهم. ربنا يوفقك يا حبيبي. شكرا يا حبيبي. تفضل كريم. انت بتتكلم في مهنه، المهنه دي عشان الشاب او الشاب اللي بيشتغلوا فيها يحقق اللي انت عايزه ويحقق لنفسه اللي هو عايزه، فرصه انك انت تبقى عينك على الموهوب فيهم، اللي هو يقدر يعمل تصميم كويس، اللي هو يقدر ايديه زي ما بيقولوا كده في البلد، يعني بيقولوا ايديه بتتلف فين؟ في حريم. في حريم يعني. من الجماليه واكيد شفت الشغل ده كتير يعني. قوي. عشان كده الموهوب مش اي حد. صح. شكرا. اسمك ايه؟ يوسف جوهر. قول يا يوسف. ماشي. انا يوسف جوهر طالب في مدرسه ابدا الوطنيه للعلوم التقنيه. ان شاء الله باختصار شديد يعني هي المدرسه اللي فرعين، فرع في دمياط وفرع في بدر. فرع اللي في بدر بيتكلم عن الذكاء الاصطناعي. فرع اللي في دمياط خدمات لوجستيه، ان شاء الله السنه اللي جايه قسم اسهل وتصلح السكر. أنا الطالب محمد عبد المنعم محمد عفيفي، مدرسة إبدا الوطنية للعلوم التقنية بمدينة بدر، تخصص الـ AI الذكاء الاصطناعي. ماشيين كويس؟ الحمد لله. طب في حد معاكم بيبقى موهوب كده وشاطر؟ خاصة في موضوع الذكاء
ما لو كده يعني انتوا بصوا الزملاء معاك مثلا 100 طالب او 150 طالب بتشوف حد منهم مختلف كله بيذاكر وكله بياخد تعليم زي بعض لكن بتفاجئ انه زي بعضنا كده زميل لينا يقول ده ايه ده عنده حاجه زياده بتشوفها ده بس حضرتك انا جزئيات مش رقم انا طيب رقم انا فعلا في ان شاء الله وبشكر حضرتك جدا يعني ده قبل اي حاجه على المبادره جدا انا مبسوط جدا ان انا بقيت جزء من مبادره ابدا وبشكر حضرتك جدا ان حضرتك تكفلت بيها وانا فرحان جدا ومش قادر اعمل لا لا فرحان جدا كلمه انبساط ان انا واقف هنا يعني انا فرحان بيك انا مش عارف اقول كده ازاي اصلا يعني انا فاكر شويه لا بس انا فك شكرا حضرتك وبشكرك جدا تاني عن المبادره يعني شكرا. انا شفت كميه تطور فان انا في ثانوي وابقى اعرف ابرمج او اعمل اي جهاز فدي حاجه نقله كبيره جدا استاذ محمد الموضوع ده هو المستقبل كله صح الشغل ده هو المستقبل كله واي عدد هيبقى محترف وبيمتلك العلم وكمان بيمتلك الموهبه عنده فرصه عمل مش بقى في مصر في مصر وبره مصر. تلعبوا رياضه ولا لا؟ بصراحه تعالوا هنا كويس خلي بالكم اللي بيشتغل لازم دايما الشيب بتاعه قوي جدا لانه بيقعد فترات طويله وسنين طويله لازم هو اللي يحسنها فتره الدراسه اللي سنتين ثلاثه دول يخلي باله نفسه والبرنامج بتاع الرياضه اللي بيتعمل يهتم بيه حتى يعني اذا كان هو بيديكم ساعه في اليوم انتوا لازم يكون فراغكم بتاخدوا كمان نص ساعه ساعدني بشكر سيادتك الرئيس على الاهتمام بالتعليم الفني يا فندم كتر خيرك شكرا ده انا اللي متشكر شكرا جزيلا اتفضل متشكر ايه استعادة الطاقة الحرارية المهدرة من مصانع الأسمنت فورم أسمنت حلوان ومسخن مياه مولد بينا 20 ميجا 30% من الطاقة الموفرة والانبعاثات اللي كانت بتلوث تطلع عليها فنزلنا 40,000 طن. سيادتك شرفتونا في فتح محطة توليد الطاقة الثلاثية في حوض الورش في شركة النفط المعادن الوسيط وعندنا برضه في شبكته احنا افتح حد لازم شغل في استعادة كل هذه المشروعات حضرتك تبقى بتوجيهات حضرتك و ان احنا نقلل الكربون وتبقى حلول مصريه نبقى احنا في الحل بقينا جزء من الحل وليس جزء من المشكله فالحمد لله بتوفر للدوله غاز تقدر تستخدمه بقى تصدره وتقدر تستخدمه في حاجات ذات قيمه اضافه اكبر وللمستثمر نفسه تبقى العائد سريع. شوف الموضوع دوت في منتصف الفرنسي يعني مثلا عن واي حد بكره شكري. انا يهمني ان كل اللي موجود عنده اللي احنا عايزينه يكون هو بيعمله ان شاء الله بهاء عبيد الغنيين الهيئه الهندسيه التشقه حياة كريم طيب انا بس برضه تقول شاكر عشان احنا دكتور مصطفى اي فندم عشان بس هي انا قلت في قعده نقعدها ان شاء الله نشوف ايه اللي فلو الحاجه دي بتتعمل في مصر هو طلبك يعني مظبوط هنتعاقد معاه مظبوط ان شاء الله بننتج مراكب فايبر جلاس كلها تصنيع محلي سواء الميني يخت او المراكب السريعه اللي هو السبيد بوكس او المراكب المطاطيه زي اللي قدام حضرتك احنا بدانا الانتاج بتاعنا من سنه ونص بالظبط وصلنا لمرحله انتاج دلوقتي 18 وحده سنويا شهريا يا فندم 18 وحده ومترجتين ان احنا نوصل ل 50 وحده ان شاء الله في الشهر بعد المجهود اللي بتبذله معانا مبادره بتبدا في ان هي حلت لنا الحمد لله مشاكل كبيره جدا كانت موجوده مع المحافظه وهيئه التنميه الصناعيه في تخصيص الارض او تغييرها دي بجد يعني حاجه كانت نشكر حضرتك عليها المبادرات الكويسه اللي بتساعدنا ان احنا نركز في التصنيع اكتر ما احنا نركز في المشاكل الموجوده الاداريه الموجوده في الدوله. طب المكون المحلي اللي موجود
عندنا قد ايه بصراحه؟ احنا عندنا مكون محلي حاليا 46% ومستهدفين ان احنا نوصل 60%. احنا عندنا الالياف كلها متصنعه في مصر، البوليستر والريزن والجيليكوت معظم المواد متصنعه في مصر، ودي حاجه كويسه جدا، ومستهدفين ان احنا نوصل 60%، ودي نسبه انتاجيه بالنسبه للسوق المصري عاليه جدا. احنا مستهدفين السوق الاوروبي والامريكي لان احنا الحمد لله عندنا ايد عامله بالنسبه لهم رخيصه جدا، بنقدر ان احنا نطلع المنتج بتكلفه تقل عن نص التكلفه اللي موجوده في الاتحاد الاوروبي. احنا عندنا اتفاقيه التجاره الحره بينه وبين اوروبا بمواصفات الاتحاد الاوروبي، بمواصفات الاتحاد الاوروبي مش كده؟ اه مواصفات كمان احنا معانا اتفاقيه التجاره الحره بينه وبينهم ممتازه جدا، 28 دوله 500 مليون مواطن بنبيع لهم اكننا مصنعين في الاتحاد الاوروبي، ودي ميزه انا شايف ان احنا لازم نستغلها جدا، خصوصا ان احنا قدرنا نوصل في الكواليتي بتاعنا ان احنا نكون قريبين جدا من المنتج بتاعهم بسعر لو هم عندهم الماركت ب 70,000 يورو واحنا بنعمله ب 25,000 يورو 30,000 يورو. جاب كبير قوي في طبعا طبعا بالنسبه للايد العامله سيادتك عندنا عارف في جاب بين احنا متربيين احنا متربيين في ان نحط صناعه اليخوت في مصر ان شاء الله على خريطه صناعه اليخوت العالميه. الصناعات دي مشكلتها ان انت ما تقدريش تعمل لهم كيان صناعي لهم، يعني ما اقدرش اعمل ورش مجمعه لان هم دايما بيبقوا قريبين من بيتهم او بيشتغلوا في بيتهم تقريبا او جنب بيتهم، ما اقدرش اعمل لهم شغل، ما اقدرش، انا مش قد اعمل، انما اعمل عشان اقول اللي شغال في مهنه السجاد كتير من اللي شغال فيها بيبقى عايز يشتغل عنده دول في البيت، بقول كلام معقول، فبالتالي لما اجي اقول لي طب انا هعمل لكم، وده امر بسيط بالنسبه لنا، هعمل لكم مثلا خمس ست كيانات للسجاد مثلا يعني في اماكن قريبه من سكن او قريبه من المحافظات اللي هي بتشتغل، يعني لو قلت مثلا السجاد في المنوفيه مثلا، طيب جيت عملت ده انا مش بدور خالص على فلوس اخدها، انا بدور فقط على ان الناس دي تجد مكان، المكان ده مناسب لهم يشتغلوا فيه عشان انتاجهم يبقى كويس. اجد ان الناس يقول لك ايه، انا عايز النور في البيت. ولا انا بقول كلام لا صح يا فندم، مش هو عايز حد يساعده في التصميمات لان هو عايز الخدمه مش المكان بس، عايز الخدمه والتسهيلات والتراخيص. ما هو الفكره شوفي بتاعت ان انا عشان اعمل ده لازم يكون عمل مركزي، عشان اعمل لك مركز تصميمات اعمل لك عمل مركزي، عايز اعمل لك مركز تسويق، عايز اعمل لك حاجه مركزيه، لكن لما يكون الموضوع متبعتر ما بقدرش اقدم لك الخدمه دي. انت ما تبصلهاش خالص. لا انا بقول تحتهم على المدينه مراكز التكوين اللي ممكن تبقى اماكن تركز يبقى فيها الورش دي وفيها مراكز الخاصه بالتصميمات. شوف انا هقول لك على حاجه، اسم حضرتك ايه؟ انا اسمي مرقت صبري. بص يا استاذه مرقت، انت هتقولي كلام واحنا ممكن لما نيجي نعمله وفجأة بعد كده ما بقولش الكلام غلط، يعني ان احنا لما جينا ننفذ ونخش بالفعل، انا مهتم جدا جدا بالتراث بتاعنا وبالحرف اللي موجوده في مصر كلها، سواء الكليم سواء السجاد سواء النحاس، اي شغل احنا كنا بنعمله وكنا عندنا قدره فيه، القدره دي تراجعت لان اصحاب المهن دي ما لقوش نفس، مش قادرين يعيشوا، مش قادرين ايه؟ الدخل مش قادرين يعيشوا، فحتى ما رضوش يورثوها لاولادهم عشان ما ورثوش حاجه ما تجيبش. فاحنا قلنا الكلام ده للدكتوره ومعاكم في اللي انتوا عايزينه احنا نعمله، بس اتفضل معالي الوزير. اه نعمل لحضرتك فكره، احنا نسوق من خلالنا الاونلاين، الاونلاين سيل ده هيبقى كويس قوي، هو ده اسهل حاجه فيه، احنا قاعدين عمر كتير جدا وقاعدين هدايا بنطلعها للخدام اللي بيجي، احنا عايزين نعمل لهم حاجه يعني، اولا السوق المصري الاول وبعدين لو قدرنا نطلع بره يبقى خير، لكن اول الناس تحس ان احنا قادرين نساعدهم ان هم يعيشوا كويس وبعد كده يطوروا بقى نفسهم يعني، وانا جاهز. عندنا ثلاث اهداف شغالين عليهم في الوقت الحالي، واحد تصنيع المواد الخام، ده تم اوريدي خلاص العقود جاهزه مع مستثمرين جنود مصريين، هيبقى في مصنعين، واحد لتوليد مواد الخام مع مضادات حيويه، واحد للامراض المدمنه سواء الضغط او سكر. ده مشروع، المشروع الثاني هو التوافق مع متطلبات دبليو اتش او الصحه العالميه للتصنيع الجيد عشان نقدر نصدر لاسواق اكثر.
المشروع الثالث اللي احنا شغالين عليه هو الادويه البيولوجيه. الادويه البيولوجيه هي مستقبل حجمها في مصر حوالي 14 مليار جنيه بتستهدف 30% من حجم السوق بادويه خاصه بالسرطان والكورونا. القطاع الخاص معايا انا مطمن، صح يا بهاء؟ القطاع الخاص معايا انا مطمن، ليه؟ لان هو في الاداره والدراسات الجدوى والتسويق بيحاسب نفسه عايز يكسب.